قام اليوم المقرر العام بالمجلس الأعلى لإعلام لورو بونجي بافتتاح إذاعة جديدة تعرف بدندا الكرة العالمية، والتي تبث إرسالها عبر ذبذبات الإف إم. الإذاعة مقرها العاصمة جميلة وبالتحديد حارة فرشة بالدائرة الأولى. منى حسن سكاية. تعد الإذاعات إحدى الوسائل الهامة التي لها تأثير بالغ في المجتمع، ومن هذا المنطلق افتتحت رسميا أول محطة لشبكة راديو دند الكورة العالمية في البلاد، والتي تحصلت على التصريح لها رسميا لبث برامجها في ذبذبة مقدارها 107.1. مدير إذاعة دند الكورة أكد إن إذاعته تهدف إلى نشر الوعي وصناعة السلام وفق مجهودات الحكومة الرامية إلى مكافحة الإرهاب وخاصة الجماعات المتطرفة بوكو حرام لبسط الأمن والاستقرار في حوض بحيرة تشاد، وقدم شكره إلى كل من شارك في إنجاز هذا المشروع الهام. هذا وقد استهلت المناسبة بكلمة مستشار مجلس الأعلى للإعلام، والذي أشاد بهذه الخطوة الإعلامية. والمجلس الأعلى للإعلام يشيد بجهود القوات المشتركة ولجنة حوض بحيرة تشاد وجميع الذين ساهموا من قريب أو من بعيد لنجاح هذا المشروع الذي يسري المشهد الإعلامي التشاد. ويتعين على الصحفيين الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات المهنة. إن شبكة دند الكورة مقرها الرئيسي في ولاية برنو بمايدوغوري النيجيرية، وتبث برامجها 24 ساعة باللهجتين الكانيمبو والكانوري. في نهاية المناسبة قام ممثل المجلس الأعلى للإعلام بقص الشريط إذانا منه في مزاولة المحطة عملها، كما قام ممثل المجلس الأعلى للإعلام بزيارة إلى المقر الرئيسي للإذاعة، والذي يتكون من غرفة الأخبار والاستديو وصالة الاجتماعات. هذا وقد تم التوقيع على محضر الخاص للبث ومزاولة نشاطاتها الإذاعية على مدار الساعة. شهدت الدائرة الثانية افتتاح ملعب رياضي لكرة القدم. المناسبة رأس عمدة الدائرة أحمد فتحي دوغا عائشة أحمد دوغي، والمزيد من التفاصيل. رغبة من عمدة الدائرة الثانية لبلدية أنجمينة فتحي دوغا في تطوير القطاعات الرياضية وتحفيز اللاعبين من أجل الترقية والنهوض بهذا القطاع بالبلدية، يأتي حفل افتتاح هذا الملعب الرياضي الذي يعد فرصة يجب اغتنامها من قبل الفرق الرياضية المختلفة بالدائرة، ذلك عبر تنظيم مباريات ودية إلى جانب بطولات مصغرة تظهر المهارات الرياضية التي يمتلكها أبناء الدائرة. وعلى حسب العمدة فإن الرياضة تحتل مكانة خاصة في قلوب شباب دائرته والمشجعين والسلطات العليا بالبلاد. نقول فكرة ده بناية فكرة، يعني شغل السبور ده يلم الناس، يلم الجيل، يلم الناس، يعني يجيب عندنا الناس كيه. ظاهرة الملاعب الخماسية التي يعد هذا الملعب جزء منها باتت تتكاثر في الآونة الأخيرة بالعاصمة أنجمينة، ولا ضير في ذلك ما دامت تسهم في ترقية الرياضة بالبلاد.